بن زايد آل نهيان حكم.
مساء الخير. مساك الله بالنور والسرور، حياك الله. سكون معنا أخوك علي بن نعمان كعب بن نعمان. اليوم راكم في احتفائية بمناسبة العيد الوطني الإماراتي. بمناسبة العيد الوطني، عيد الاتحاد 51 دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم الأول متولي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حكم. أول زيارة لكم للجزائر؟ هذه السنة الثالثة. وكيف شفت استقبال الجمهور الجزائري هنا في مركز؟ أهل الجزائر أهلنا، واستقبالهم طيب، ونحن فرحنا بهم مثل ما هم فرحوا بنا. كل عام أنتم بخير وأنت طيب صحة وسلامة. شكرا.